ايه بعض الناس مبالغين على فكره حتى في الدين، لكي يكون دقيق، حتى في الدين هناك من يبالغ، يعني يكفر هذا وهذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار وهذا صلاة مقبولة وهذا صلاة مقبولة. من أنت؟ من أنت؟ من أنت حتى تحكي تحكم أن هذا مقبولة صلاة وهذا صلاة؟ من أنت؟ أشققت عن صدره هذاك اللي قال لا إله إلا الله رفع السيف؟ من رفع السيف اللي قتله؟ من يعرف يأخذ هدية؟ في صحابي رفع السيف على أحد الكفار فقال لك أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. فوصل الخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد قالها خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو شققت عن صدره؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ من؟ لا من؟ صح صح أسامة بن زيد. تفضل. من قال أسامة بن زيد؟ من اللي يقول يأخذ هذه الهداية؟ بسم الله بسم الله هذا الوقت تعال ان شاء الله ابشر هديتين تعال اسميك انك كريم مالي انا ما مشكلة احسن سامح لي يسعد. حتى في زمن الصحابة طبعا هو موقف لكن هناك مواقف عظيمة لأسامة بن زيد يعني قاد المسلمين عمره يقال 16 17 18 سنة لكن هذه المواقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت دروس لنا. فما نجي اليوم احنا نحكم فلان ذا وفلان هذاك ربما هذاك تقول انت ما ينفع ربما هذاك اقرب منك الى الله ربما ذلك الانسان عنده سر مع الله سر ما حد يعرفه وما اعظم ان يكون لك السر مع الله.